مهرجان الخيول العربية بمحافظة الشرقية انطلقت فعاليات نسخته 28 بمشاركة أصحاب مزارع الخيول ومشاركة نوادي الفروسية وعدد من الدول العربية المختلفة، وبالتعاون أيضا ما بين محافظة الشرقية والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة. المهرجان في الحقيقة هيقام على هامشه عدد من المعارض الحرفية وكمان معرض الفنون التشكيلية ومعرض أيادي مصرية. خلونا نشوف التقرير. انطلقت فعاليات النسخة 28 من مهرجان الخيول العربية بمحافظة الشرقية بتنظيم مشترك بين المحافظة والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة. يشارك في المهرجان نوادي الفروسية وأصحاب مزارع الخيول من مصر والدول العربية مثل السعودية والإمارات والكويت وقطر، إلى جانب حضور عدد من الزوار الأجانب. وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني وعرض من القوات الجوية، تلا استعراض لاتحاد الشرطة الرياضي للخيول بمرافقة الموسيقى العسكرية، كما قدمت فرقة عجميات أغنية المهرجان، وتضمن الحفل عروضاً للترويض والتقاط الأوتاد، بالإضافة إلى مشاركة كورال جامعة الزقازيق بتقديم 5 أغاني وطنية. ويقام على هامش المهرجان عدد من المعارض الحرفية، بما في ذلك معرض الفنون التشكيلية ومعرض أيادي مصرية الذي يعرض الحرف اليدوية المميزة للشرقية.